اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وبدايه اسبوع جديد واكيد حلقات متجدده من برنامج سيدتي اللي اكيد يسلط الضوء على المواضيع اللي تهم كل اسره عربيه وخليجيه وبالاخص الاسر السعوديه. اعزائي المشاهدين زي ما احنا متعودين كل يوم نستعرض عناوين حلقه سيدتي لهذا اليوم، خلينا نشوف العناوين. في سيدتي اليوم، اليوم العالمي للصحة النفسية ينتصر لكرامة المريض النفسي. جمعية سند الخيرية لدعم أطفال مرضى السرطان تكرم العاملين في أقسام الخدمات المساندة. كن صديقي عنوان فعالية يطلقها برنامج الأمان الأسري الوطني لتعالج التنمر بين الصغار. اقتراب علاقة الزوجة من أهل زوجها يزيد من نسبة تعرضها للطلاق. 40% من الحوادث المرورية في السعودية سببها نساء. صناعة السيراميك من أقدم الحرف الفنية بأنامل سعودية. مشاهدينا كانت هذه عناوين حلقة اليوم اللي احنا نستعرضها ان شاء الله بالتفصيل في حلقتنا. مشاهدينا دائما نذكركم انكم تواصلوا التواصل معنا عبر زيارة صفحتنا في الفيسبوك الظاهرة امامكم وحسابنا على التويتر والانستغرام، وكمان لا تنسوا تتابعوا فقراتنا على اليوتيوب في حالة اذا فاتتكم الحلقة. مشاهدينا اليوم الاحد مثل ما عودناكم عدد مجلة سيدتي الجديد اصبح متواجد بالاسواق. طبعا خلينا نتابع أهم العناوين الجديدة في عدد هذا الأسبوع، خلينا نتابع مع بعض. تقرؤون في عدد مجلة سيدتي لهذا الأسبوع. حصريا من جدة بالكلمة والصورة، من المسؤول عن وفاة الطفل عبد الملك داخل الحافلة. في الشرقية، رحلة زوجين سعوديين لتأسيس مركز للإعاقة. محظوظين، هذه قصصنا التي أسعدتنا. 10 نصائح تحافظ على رشاقتك مع اقتراب فصل البرد. نوال الزغبي، لن أسامح هؤلاء الأشخاص. أسباب تزايد الطلاق في الوسط الفني السوري. كل هذا وأكثر مشاهدينا تقرؤونه وتتابعونه في جمال وأزياء، فن ومشاهير ولايف ستايل في مجلة سيدتي. سيدتي، عالمك في مجلة. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى محطتنا الأسبوعية مع سوالفنا الفنية والتي سنتابع فيها صحة ما تم تداوله حول فسخ العقد بين روتانا والفنان عمرو دياب، وكيف تفاعلوا الفنانين مع الألبوم الجديد للفنانة سميرة سعيد عبر التواصل الاجتماعي، خلينا نشوف مع بعض. بعد علاقة قوية استمرت بين شركة روتانا والفنان عمرو دياب لأكثر من 10 سنوات، انشغلت الأوساط الفنية باليومين الماضيين بخبر فسخ التعاقد بينهم، وهيدا اللي تطلب من شركة روتانا توضيح لما حصل. فنشرت بيان صحفي أكدت فيه على أنه ما تداوله الفنان عمرو دياب من فسخه للتعاقد مع روتانا ادعاء مغلوط، مشيرة إلى أنه شركة روتانا هي اللي بدأت باتخاذ إجراءات فسخ التعاقد بسبب إخلال الفنان عمرو دياب بالتزاماته الواردة بالعقد. وبنهاية البيان أكدت شركة روتانا على أنه علاقتها بكل المتعاملين معها قائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق المصلحة المشتركة، بغرض أنه يكون نتاج هالعلاقة تقديم أعمال متميزة، ولن تقبل شركة روتانا التعامل معها بسياسة التشهير والابتزاز. من جهة أخرى، احتفلت هالأسبوع شركة روتانا والفنانة سميرة سعيد بطرح ألبومها الجديد عايزة أعيش اللي بيضم 12 أغنية منوعة. طرح الألبوم بالأسواق رافقوا ترحيب كبير من الكثير من النجوم اللي اشتاقوا لسماع أعمال الفنانة سميرة سعيد، فنشر كل من هشام عباس وبشرة صورة لألن وهن بيمسكوا بالألبوم، وهنأت كل من لطيفة وأنغام سميرة على الألبوم الجديد. أما الفنانة نوال الزغبي فغردت على تويتر: ألف مبروك حبيبتي سميرة، ويا رب كل النجاح والتألق، وأكيد مثل العادة متجددة. وبدوره هنأ رامي صبري صديقته سميرة، وسامو زين غرد:
كلمة حق وكلمة سر. وللفان بقية تحية للديفا سميرة سعيد. صدور ألبوم سميرة تزامن مع حفلها الأسبوع بمهرجان الموسيقى العربية بمصر، فقدمت مجموعة من أغانيها المتميزة. والمهرجان نفسه كان جمع بليلة وحدة كل من صابر الرباعي وبلقيس لأطربوا الجمهور بأغانيهم. مشاهدينا، فقرات سيدتي مستمرة، لكن أكيد بعد هالفاصل. في سيدتي بعد الفاصل. اليوم العالمي للصحة النفسية ينتصر لكرامة المريض النفسي. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة.